يو الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الراب ان ذا كار. في هذه الحلقه هذه معايا بخونا اللي هي باكون بالفرنسي. بغيتكم كاملين ترحبوا معايا باكون. مرحبا بك معنا اخويا باكون. نبداو باول سؤال، شكون هو يا باكون؟ سميعي محمد طه، تزاد في 4 نوفمبر 2002، عندي 19 عام. بزاف ديال البنادم كيتصحاب لي انا كبير ولا عندي 22 عام 19 عام وكنرابي، كندير موسيقى الراب. اشنو كتعني ديك باكون؟ حيت ديك باكون كتجيني بحال بخونة، بحال هي بخونة بالفرنسي سميها باكون. ياك باكون واحد البيرسوناج، بيرسوناج في واحد الانيم ناروتو. في ناروتو اش كيدير هاد باكون؟ تعرف كاكاشي؟ لا كنعرفها لوفي. كان واحد خونا سميتو كاكاشي، كان عنده واحد الكليب كيدوي. ياك لوفي ولا في ناروتو؟ ناروتو لوفي في وان بيس. وان بيس اخويا انا معليش مع ميكياج بزاف، انا حديتهم يجي اش باليوم ميكياج اصاحبي ميخياج لا كيسبني. انا نتفرج ميكياج انا اصاحبي، داكشي راه عميق، داكشي عميق ياك. عزيز لك لي زانيم. الانيم عميق داكشي. داكشي علاش شفتك واحد لافيش تاع واحد الديسك ديالك لحتي مؤخرا فيه واحد الكليب. هذاك هو باكون. كان عندي واحد الكلب وكنت مسميه على باكون ومات وسميت راسي باكون. هادشي بمعزه ديال داك الكلب عند واخا لحتي مؤخرا واحد التراك اللي سميتو جلس. اياه ياك لافيش ديالها فيها واحد الكريسي هذيك داكشي بلون نوار كشبه. داك التراك بان لي مختلف على التراكات اللي حطيتي، شنو هو البلان ديالو داك الديسك؟ دابا برو غنبقى ندير المختلف. ما فهمتي دوزت نشرح لك. دابا انا عام مثلا، دابا يلاه نسالي عام ديال الكارير عام، وانا كنحاول كنجرب كنحاول ندير هذا الستيل، كنحاول نشوف بنادم اش كيدير. هادي ما داكشي كان ما صدقش ليا فهمتيني. وابري الويل درت واحد 3 شهور بقيت فيها، بقيت ساد عليا خدام موسيقى صافي، خرجت بواحد الستيل وصافي. الويل مشات مزيانه داك الويل مشات مزيانه مشات مزيانه. شي مقطع من داك العمر كيقول لي والدي قام كنبكي قام كنشكي كنجري مورا ماني وي مرضي والدي شنو ذنبي راغي زومبي بحال ميت انا قلمي لا لا بالو بيا. قلتي لي حاليا دابا انت عام وانت خدام في الكارير ديالك، واش نقدر نقولوا ان باكون مازال ما لقاش راسو؟ عاد لقيتو في لقيتي في بي سي وواحد التراك لقيتو، كنت كندير موسيقى وانا نلقاه. يعني دابا لقيتي راسك في الستيل ديال الويل ياك؟ لا ماشي الستيل ديال الويل، بالعكس الويل اخر حاجه. الويل كيجيني تراك اللي يقدر يديرو اي مغربي فهمتيني، تراك مغرب فهمتيني. هاد الستيل الاخر اللي حكيتي دابا ديال جلس مغربي، انا هذا هو الستيل ديالك دابا اللي لقيتي دابا اللي بان لك مناسبك خدام مزيان؟ هو اللي خدام ليا، هو اللي كنخدم، هو اللي كنديرو بلا ما كنديرش، كنحس براسي مرتاح ملي كنديرو او ميم طون كيعجب الناس فهمتيني. واخا باكون كتبدل صوتك بزاف، علاش؟ حيت بعض المرات الناس اللي راه مشاو تصنتوا لك في تراك مثلا اوديو ما غادي يسحب ليهم، راه بزاف تاع الناس اللي كيرابيو في هذاك الديسك ماشي غير بوحدك، علاش كتبقى تبدل صوتك؟ كنت انسبيرا من المخيات. كاين واحد اليوتيوبر سميتو ايزرز، بنادم كاين قليل اللي يعرفو، واحد الامريكاني كيبقى يدير فويس امبريشنز ديال كيدير الصوت ديال دونالد ترامب، الصوت ديال بلاك بانثر، الصوت ديال ميكي ماوس. هذا كنت كنتفرج فيه وانا كنت كنحاول ندير داكشي، وكنت كنبقى نطلع مع الدراري عشراني واللعيبات كنبقى نطلع عليهم هذوك الاصوات. صافي ملي دخلت لهذا العالم ديال التسجيل والاوتوتيون واللعيبات، بديت كنحاول فهمتي، بديت كنتيستي في هذوك لي فونيت في الراب. يعني انسبيريشن من لي زاني؟ انا انسبيراسيون برو ديالي المخيات، امينيم ورضا الوالده، هذوما لي انسبيراسيون. داك عطينا شي مقطع باقي كتعرف تقلدو من داكشي تاع الميكياج تاع دونالد كنعرف ندير هذاك الصوت ديالو بلا ما نقدرش نهضر به. قول لي كيفاش كيدير. كاين شي كاين واق الله. لا هاد اللعيب هاد المهيب راه ما عندش كلشي، راه شي واحد اللي عنده تقدر ديك ميكي ماوس. دير ميكي ماوس. ميكي ماوس احسن رابور في المغرب ميكي ماوس، راه مشى يخدم في ام بي سي 3 اصاحبي. باش كتقول لي مع لي بواد برودكسيون دابا اللي كيديروا الترجمه تمشي مزيان. شي نهار ندير شي مخيات ديالي وندير لي فوا في دوك المخيات. عرفتي دير شي 7 لي فوا. نقلعوا لهاد اللعيبه هادي. شو غندير ديسان انيمي ديالي انا اللي نديرو ما عرفت كيفاش. شوف عندنا واحد مزيان هاد الحلقه هادي ان شاء الله كنتمنى يشوفها محمد نصيب اللي كيدير بوزبال.
عرفتي هذاك الدرا زوين داك الدراج بارك الله عليه بارك الله. شوف محمد ناصيب خاصك تخشي معاك هدف شي فشي لعيبه تما اذا لك شي صوت ولا جوج راه ناضي خونا. شوف هاي دابا دوزنا كاستينغ برا الدار انت شوف محمد ناصيب ريسبي برو تخدم معاه ريسبي يعجبك هذاك الشيء اللي كيدير محمد ناصيب وباقي كيلو حبه باش كيعجبني ماشي مره مره كيرجع كيلو حلو مش لعيب الدق والمطره كل حلقه كتلح الدق والمطره عارف راسو علاش كاين مزيان تعرف اذا هو كاين علاش كاين. باكون هضرنا شويه على التراك الاخر ديال الكرسي برو التراك كرسي نشرح لك شرح لنا شويه الكلمات اللي كيتقالوا فيه نشرح لك بهذا التراك نعاود لك القصه ديال التراك. كنت ديك الوقيته يلاه بديت كنخدم مع كارتيل دراغونوف والليكيب ديال دراغونوف بريو الدراري وكنا سجلنا واحد التراك سميتو فيراري وداك فيراري داز بزاف ديال الوقت وما المهم الوقت ما سمحش لي انني نكليبي ولعيبات مشيت سجلت واحد التراك اخر فتما نيت في كارتيل سجلوا لي انسين والبرود باي انسين بيغ اب الانسين وصافي وجلست دخل حتى دخلت الدار عاد بديت كنكتب فهمتي بديت كنبريمون بديت كنعبر كان فهمتي كنهضر مع راسي فهمتي كنعبر كنعبر قلت في راسي هاد الشهر اللوحو كنت باغي اللوحو دو باز فريستايل كنت باغي اللوح غير 8 سطوره بقيت راسي كنكتب شويه هزيت الماتيريال ديالي بديت كنسجل بان لي البلان زوين فهمتي يعني مشيت طلعت الكارتيل سجلتو لي بارول فهمتي لي بارول كنهضر الاغلبيه ديال التراكات ديالي كنهضر على راسي ولكن بواحد الطريقه اللي بنادم يقدر يشوف راسو بان لي تراك شويه عميق هذاك التراك في كلمات زوينين اللعبات وبرو راه لما كناش كنكتبوها برو راه ما كاين لا راب بين مكتوب فيلينغ انا برو عندي برو حاجه واحده في الراب ما تقدر ما تبدلش اللي هي ستيل يقدر يتبدل البيت يقدر يتبدل اما حاجه واحده خاصها تبقى في رابور هي الكتاب كتاب اش خلى هذاك يعني دابا باكون عنده كتاب كتاب اخويا الكتاب يا ابو اسحاق تحيه لبو اسحاق تحيه ليك. كنتي دخلتي في واحد ديبرسيون على ما شفت في لي ستوري ديالك شنو هو السبب تاع ديك لا ديبرسيون كتبتي لهم انا دابا عاوتاني في ديبرسيون شي اللي بغيتو برو ديك لا ديبرسيون جي بزاف تلعب دابا نعاود نقولها عام في المعاجل الراب واش ما فهمتي ما قريت ما والو يعني فريمون تخشيت غير في الراب كنفكر الراب كاري انت ما كملتيش قرايتك لا لا حبست قرايتي في الباك حبستي في الباك خديتي الباك ولا ما خديتيش ما خديتوش هذا العام ندوز باك ليفل وحبستي يعني تبعتي الراب حبست بوندون عام فهمتي درت اني بلونش بقيت كنشوف الدومين كيدير حتى ما تنساش برا راه يلاه جديد انا راه حليوه طوطو الدريم ما سمعتش بهم حتى 2020 ورا دابا انت 19 عام راه باقي صغير ورا باقي صغير هذا واش تخرج من الدار شويه كنتي في كيليميني شويه ماشي كيليميني برو كنت فهمتي البليه اللعيبات داكشي كامل ولكن عندك واحد عندي واحد المود دو في ديال كيجيني نسد عليا فهمتي قال مشيت القهوه ندير لي زيات ومقمزك ومقم فهمتي كنت كنقرا في لو سيدر كنت المدرسه قرا فيها حليوه توقرا في لو سيدر تما فين سموا عليه حليوه وصافي برو دابا عام برو كتشوف ادروات كتلقى داك المساوس جراب اللي بغيتي ولا ما بغيتيش راه كاينين لا في الجداد لا في القدام لا في اي واحد مساوس كاينين كدور على الاوتاني عليهم كتلقى راسك باغي دير شي حاجه باقي ما عرفتيش كيفاش ديرها كدور من جهه كتلقى العائله كتلقى القرايه كتلقى هادي كتلقى بزاف ديال الناس كتلقى المطارق دابا انت وانا هاد المطارق برو راه عام وانا كنحاول نساهم فهمتي يعني حتى واحد الوقيته حتى وعيت كدرو عليك بزاف المهم ماشي مشكل شوف نسوا كما نقولوا في الويل كما كنبكي كما كنشكي مي هذا ما كان بحال ما راه المهم مرضي والدي مرضي والدي صافي ديك هي المهم ترى قلت لك شوف ثلاثه ديال لي زانسبيراسيون امينيم المخيات رضات الوالده نساو شويه ديال لا ديبرسيون هذه بشي فري ستايل اولد سكول ناري 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 مزيان شوف الراب هو اللي غتخرج فيه ديك لينيرجي نيجاتيف شوف غتخرج دابا لينيرجي نيجاتيف عاوتاني غتكمل الحلقه معايا عاوتاني زوين ملي كتدخل الدومين ديال الراب كيولي الراب فيه انرجي نيجاتيف مي سي با غراف لا لا سيارة وصلنا دابا للفقره ديال الفري ستايل مع باكون غيعطينا دو فري ستايل الفري ستايل هذا هو ديديكاس لا فامي ديال يوسف المرحوم اللي مات الله يرحمه الله يصبر عائلته بدنا نسمعوا الفري ستايل ديال باكون سيارة كنمساعد بحالي وبحالك تبقى تجي في اي واحد من عندي انا تلبالك في الدار ايه
كدير من الشعب كل حقدو هيج كيما طارعين قتل فريق كتقول حقاني وفي وقت الحق كتنافق انا العريق اللي ظالم جالس فوق ديرو مال بالو كاع هو بلي طاري واللي مظلوم راه كيتسنى العداله ديال الله في حدا المقابر بلاد زين رماليه كي تصر البوليس يدوش الصالير من قلبي الله ينصر الملك الله ينعل البوليس قولوا امين الله ينعل الشفاره قولوا امين الله ينعل الحكار قولوا امين الله ينعل اللي كيقولوا بلي غيفيدونا وما عاطينا حتى دليل الله يرحم يوسف امين الله يصبر كاع لا فامي اللي لقى القاتل ما يخسرش ليك ماري دخل في دين امك كامل وغالي يرحم يوسف في النهار هذا اسمحوا لي الدراري اللي كنت اغريسيف شي حاجه ولكن راه لي زيموسيون ديال اخواتهم في داك الفريز كنت منو دوك الناس اللي داروا ديك الجريمه ما ياخذوا العقوبه ديالهم حيت هادشي راه ما زوينش وما كيفرحش البوليس نورمالمون راه هما اللي كي في الحمايه ديالنا حيت صعيبه في هذا الوقت اللي انا تولي تخرج وتولي انت كتخاف من البوليس يعني خاص يتاخذ شي اجراء يتاخذ شي حق والبوليس ماشي كاملين خايبين راه تلقى لك شي واحد اصاحبي بغى يضربك ولا يخسر لك وجهك تقول له اخويا اضربني تخاف من البوليس تعيط ليهم هو صراحه نشوف البوليس فيهم وفيهم راه فيهم كتلقى مع شي وحدين العالم كامل مره دار كتلقى مع شي وحدين اللي ما كيتفاهموش ولكن اخي اسمح لي الكوريبسيون في البوليس بزاف وانا نقول نكملوا مع بخونا باكون شوف بدل الاي كي اي ديال بخونا بخونا بحال بحال الموتشو موبي ديك والموتشو فهمتي صافي ندير باكون باكون بخونا إذن باكون تنظر أنك تصنت شي واقع على البيف اللي كان نايد ما بين تسولي و تريبل سيفن ياك؟ وي تمزك شي لهم بجوج؟ وي شكون اللي عجبك كتر؟ شكون اللي بان لك طنطن الآخر؟ في إطار الراب وعادي جدا ما داويش ما ندويش علاش ما تدويش؟ باغيش نجاوب واش هو ما عندكش الراي ديالك اصاحبي جاوب لا عندي الراي ديالي يا اخي يلاه جاوب عندي الراي ديالي الراي ديالي كيدخل في البيرسونيل حيت بجوج هما كلاشيني اه ما بجوجهم كلاشي ديجا داخلين في بيف مع تسولي وداخل في بيف مع تريبل سيفن نتايا مي دابا لي سي فهمتي تسولي المهم تسولي كنتلاقاو انا وياه كاين كونتاكت تريبل سيفن درنا بحال درنا واحد حتى ما بنادم ما شافنيش انا وتريبل سيفن من يامات كورارا درتو الهدنة درنا برو هذيك البيس فهمتي البيس كونتراكت ديال ما جبدني دابا من شي تراك ما سبتش راك بعد منه بعد منه الله يعاونك علاش واش ما قدتيش تدخل معاهم شي بيف ولا كيفاش ماشي برو ما قدتيش ندخل بيف برو الا دخلت البيف انا قضيه داخله في انا الا دخلت ندخل في البيرسونيل ما بغيتش ندخل انا في البيرسونيل فهمتيني بغيتش الا دخلت في شي بيف بغيت بنادم يتبيف معايا من من ما نحسش بهذيك انت راه خوتي بجوج فهمتي ما نحسش بهذيك وما عادش تبقى في اطار الراب دابا راه كلاش نورمال خاصك تبقى في اطار الراب ماشي واحد يحقد على الاخر ترى كنقول لك انا وتسولي شوف انا وتسولي تكلاشينا انا وتريبل سيفن تكلاشينا مي دابا في هاد لابيريود برو كون دخلت لذاك البيف ادخل في البيرسونيل برو يولي فهمتي ما يولي حسابات شخصيه ديك الساعه يولي حسابات شخصيه ما باغيش انا حسابات شخصيه يعني انت بغيت تدخل في اطار الراب انا برو كنرابي خليني في الراب فهمتي الا جبدني شي واحد فهمتي الا ذكرات سميتي نجاوب ما جبدني حتى واحد برو بيناتهم وشكون اللي مزكني بجوج فيهم؟ مزكوني بجوج اخي ما نكذبش عليك مزكوني بجوج تريبل سيفن ناضي تريبل سيفن مزكني بجوج سولي ناضي تريبل سيفن مزكني في جوج تراكات الاخرين هامبل و والمقمقم اها وتسولي مزكني في 4 minutes of shame of fame وكان لاح واحد تراك قبل منه ولا ما عرفتش من موراه اوكي نهضروا دابا على الجينيراسيون اللي طالعه نقدر نقول واحد النويطه جينيراسيون الدراري جديده قلت لهم بقى نعاود نقولهم تفشكلكم فهمتي غتبقاو جارين معاهم واحد الدرجه اللي ابقاو حاضرين بقاو حاضرين جينيراسيون مسطيه غادي نعاود مسطيه لا مسطيه دابا انتم جينيراسيون جديده مازال غادي عاوتاني موراكم جينيراسيون اخرى وداك الشيء غادي وكيف انتم يكون مسطين كثار من الناري كنعرفهم ديك الجينيراسيون اللي يجيو مورانا انا كنعرفهم اي بالك بنادم عنده 16 نيفو اخر جا شي راب ما كاينش كتقصر شويه الدريل ولا والو الدريل مره ياك مره واخا شنو هو دابا شنو حاليا دابا الجديد ديالك اللي كتوجد فيه شنو هما لي بروجي اللي كتشوف راسك فيهم في المستقبل انونسي اليوم واحد اللعيبات لو بي ديجا انونسيتها اي بي باكونيزم يكونوا فيها 7 تراكات فين وصلت دابا دي فيتشورينغ بدينا غادي بديتو فيها واحد 10% حتى يلاه بديت فيها واحد السيمانه دابا شحال يكون فيها من تراك؟ يكون فيها 7 تراكات نورمال يقدروا يكونوا 8 يقدروا يكونوا 9 ولكن بورلانسمون فكرت في 7 و ابار سا كاين فيراري بنادم عارف شنو هو فيراري داخل في لوبي؟ لا ما كاينش في لوبي فيراري سمعتو سنيبيت سمعتو المهم دار هذاك فيراري فيراري
خصو كليب وانا ما بغيتش ندير ليه كليب عادي اللي كان فهمتيني با فريمون نعطيه حقه ودير شي كليب فيراري فيراري نقدر نقول لك احسن بروجي احسن بروجي عندي حالي غير غير لو بي وغير داكشي اللي مورا لو بي فيراري بور لانستون هو داك الشيء هذاك جلس دابا اللي لحت راه بحال كنمهد الفيراري فهمتيني باش بنادم يجري معايا باللي راه ما بقيتش باغي ندير بحال باغي يعني فيراري يقدر تلحق اي لحظه اللي اي لحظه دابا ماشي اي لحظه انا انونسي و فهمتي ايت كليب بقى شوف ايت كليب بايت لحت التريلر ديالو يعني موجود نادي ميكسي كيتسنى دابا انت غير ميكسي بايت دراغانوف ريك بايت دراغانوف برود بايت دراغانوف ديكاس كارتيل دراغانوف ناس ديال وجده واه واه خويا حتى لا ترى واحد الفايب صاحبي كنقول لك في كارتيل فايب لا لا ويلي راه انا دراغانوف راه موسوعه في الموسيقى صح شكرا لك باكون على الحضور ديالك معنا اليوم في الحلقه هذه الله يحفظك ليا اخي صافي بليزير ضربنا ضربنا التركيله وتعينا وقال لك نهضروا بزاف عاد وقفنا دابا درنا انترفيو هذا اللي ما كتبوش كتعرفوا دار سليم ستريت ارت راه ولي كتفرجوا فيه دابا واحد الانسان الله يعمرها دار الله يحفظك الله يعمرها دار الله يعمرها فيلا الله يعمرها الله يعمرها عماره دين حصه كاليفورنيا دراري نعطيهم ميساج اعطي دراري جريوا مع باكون هاد اللعيبه هادي كل شهرين ثلاث شهور كنلوح لهم واحد ستوري كنقول لهم جريو مع باكون بنادم كيقول اش واقع المهم اجريو مع باكون وصافي قبل ما نسالو الحلقه قبل ما نسالو الحلقه دابا انت كتوجد او بي قلتي لي ياك كاينين وحدين اخرين كيوجدوا الالبومات البنج مؤخرا تيلوح ديما ستوري تيقول لهم الالبوم ديالي هو احسن البوم بغيت واحد العام هذا واش انت اش كيبان لك تلاحظ سنيباش منه ولكن واش تيبان لك انه يقدر يكون احسن البوم في العام الجاي تاع هو ديال البنج في هذا العام 2022 2022 وراه كيوجد فيه لا سنيباج من هذا الشيء نلوح البوم في 22 وراه قال لك اخويا راه قال لك اخويا دونك البوم ديالو هو اللي احسن البوم اش بان لك بنادم كايت لي تما قلت لك برو البنج اش بان لك انت ما عرفت صبره ما عرفت صبره صدمنا يقدر يصدمنا عليه صبره يقدر يصدمنا يقدر يصدمنا برو ترافيس كوب مثلا راه شحال هو كيرابي حتى واحد النهار دار لهم ديك التويشيه جا طقطق ولا واعر البنج عجبنا اذا انت عندنا كتسالي الحلقه ديالنا وشكرا لكم بزاف على المتابعه نتلاقاو في حلقه جديده مع رابر واحد اخر وديما في الراب ان ذا كار وستريت ارت فور ما بقيتش ديبريست الدراري ما بقيتش ساد شي الله معكم